عبد الله يقول: هل الاستغفار قبل الشروع في الدعاء من أسباب إجابة الدعاء؟ من أسباب إجابة الدعاء أن يسبق الدعاء الثناء على الله عز وجل وتمجيده، ومن ذلك أيضا الاستغفار. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على رسوله قال: عجل هذا. وقد علمنا ربنا عز وجل هذا في سورة الفاتحة، فإن سورة الفاتحة فيها دعاء عظيم ومن أعظم الأدعية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الدعاء يسبقه الثناء على الله عز وجل وتمجيده، الحمد لله رب العالمين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. كل هذا سابق للدعاء، وهذا يدل على أنه ينبغي نسبق الدعاء الثناء على الله عز وجل وتمجيده. وإذا أتى بصيغة من صيغ الاستغفار فهذا أيضا أمر حسن، وكل هذا من أسباب إجابة الدعاء.